لتبقى على تواصل دائم معنا في راديو يمن تايم عبر وسائل الاتصال المختلفة. الهاتف 244-226 أو 244-227. الرسائل القصيرة من يمن موبايل، سبأ فون، واي موبايل، MTN 888-08. التواصل الاجتماعي عبر فيسبوك facebook.com/radioyemantime أو عبر تويتر twitter.com/radioyemantime. ودائما عبر موقعنا الإلكتروني www.radioyemantime.com. بكل الوسائل بكافة الطرق دائما كلامك يوصل. فوكس زيوت المحركات غنية عن التعريف. الآن وقيت الإنشاء البرج الأخضر السكني صنعاء حدة. امتلك شقتك الفاخرة في البرج الأخضر السكني، أول برج بمواصفات المباني الخضراء الصديقة للبيئة في اليمن. ملحقات متكاملة وخدمات ما بعد البيع مجانية لمدة 10 سنوات. للحجز والاستفسار الاتصال على 77-33-111-33 أو 538-980. شركة بلاتينيوم للاستثمار والتطوير العقاري المحدودة. راديو يمن تايم، كلامك يوصل. الإرادة، الإرادة سلم لا يتسلقه إلا الأقوياء، إلا الأقوياء. ومن الإرادة ننطلق لنتعرف على قضاياهم، أحلامهم، آلامهم وآمالهم. ذو الإرادة، برنامج يهتم بالأشخاص ذوي الإعاقة، قضاياهم، قصة نجاحهم وأهم أخبارهم. يأتيكم كل أربعاء الساعة 11 صباحا ويعاد الجمعة الساعة 2 ظهرا على راديو يمن تايم. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في مستهل حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي الاجتماعي ذوي الإرادة. من خلف المايك إعدادا وتقديما دارس مطهر البعداني، ومن الهندسة الصوتية الزميل أحمد ناجي. تزايدت مستمعينا الكرام في الآونة الأخيرة المراكز التي فعلا تزعم أو أنها تقدم فعلا لا ندري الخدمات، العلاج الطبيعي والعلاج النسقي وعلاج التربية الخاصة. العلاج الطبيعي الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة ربما، أو خاصة الإعاقة الذهنية، وأيضا العلاج الوظيفي. سنعرف كثير عن نبذة عن هذا الموضوع، وأيضا عن هذه المراكز التي فعلا يعني كثرت وبشكل ملحوظ. هذه المراكز هل فعلا تقدم الخدمات في العلاج الطبيعي؟ هل يوجد فيها متخصصين للعلاج الطبيعي؟ أيضا من يمول هذه المراكز؟ هو صندوق رعاية تأهيل المعاقين، مؤسسة حكومية تمولها بأكثر ربما من 400 مليون خاصة للعلاج الطبيعي، وغيرها من الأنواع الذي هو الوظيفي والنسقي. الكثير من الأموال تذهب لصالح هذه المراكز، فهل فعلا تذهب هذه الأموال في طريقها الصحيح، أم أنها تهتر والمعاقين المساكين؟ وهؤلاء فعلا لا أقول مساكين لأنهم أموالهم موجودة، لكن من يتصرفون فيها هذه المراكز الصندوق أيضا خاصة فيما يتعلق بالعلاج الطبيعي، هل تذهب هذه الأموال يعني إلى مصارفها الطبيعية وإلى مصارفها الحقيقية؟ هذا ما سنناقشه اليوم إن شاء الله معكم. طبعا مستمعينا الكرام، أكيد يزين برنامجنا وتزينه مشاركاتكم هواتف البرنامج 244-226 أو 244-227. مستمعينا الكرام، يسرني في البداية أن أستضيف الدكتور أحمد محمد أبو بكر بن أحمد، مستشار أخصائي علاج طبيعي ومستشار صندوق رعاية تأهيل المعاقين لشؤون العلاج الطبيعي والتربية الخاصة. أهلا وسهلا فيك دكتور. أيضا الأستاذ عبد الوهاب الحميدي، إعلامي
وأيضا ولي أمر لأحد الفتيات من الأشخاص ذوي الإعاقة. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا مرحبا. بداية لو بدأت معك دكتور أحمد، الكثير يتساءل ما هو العلاج الطبيعي ومن الذي يحتاج، يعني نبذة مبسطة عن العلاج الطبيعي ومن هم الناس الذين يحتاجون لهذا يعني لهذا العمل الذي هو العلاج الطبيعي. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية، العلاج الطبيعي هو طبعا علم وتقنيات حديثة مستخدمة بوسائل العلاج الطبيعي، اللي هي الوسائل الكهربائية أو الوسائل الحرارية أو الوسائل اليدوية من خلال التمارين المعمولة للأطفال. من خلال العلاج الطبيعي يستخدم عادة مع جميع أنواع الإعاقات في جميع التخصصات، إن كانت تخصصات عصبية أو إن كانت في العصابات العظام أو في أيضا حتى ممكن تصل إلى عصابات القلب وتأهيل القلب ومشاكل التنفس. فلذلك العلاج الطبيعي الآن أصبح تخصص باراميديكال، يسمى باراميديكال، مربوط جدا بجميع التخصصات الأخرى، فدوره مهم جدا. العلاج الطبيعي أصبح له دور مهم جدا، وارتباطه بمجال الإعاقة ارتباط كبير جدا. بالضبط، ما هي هذا الارتباط؟ هيئة هذا الارتباط أنه كثير من الأطفال المعاقين يواجهون مشاكل حركية. المشاكل الحركية، يعني عندما نتكلم عن الأطفال المعاقين نقصد المعاقين ذهنيا أم حركيا أم كلاهما؟ كلاهما، ذهنيا وحركيا. ممكن أن يكون ذهنيا وحركيا. ففي الجانب الحركي العلاج الطبيعي يؤدي دور كبير في تأهيل الطفل حركيا، بحيث أن يصبح الطفل قادر على أداء مهامه اليومية، قادر على الوصول إلى مراحل معينة من خلال التطور الطبيعي للطفل، مثلا إلى مرحلة الجلوس أو إلى مرحلة الحبو أو إلى مرحلة الوقوف على القدمين أو مرحلة المشي. فكثير من الأطفال يتم تأهيلهم ويتم تحقيق نتائج معهم من خلال برامج العلاج الطبيعي، بالإضافة إلى البرامج الأخرى في المجالات الأخرى التكميلية مع العلاج الطبيعي، كالتربية الخاصة وهي تهتم بالنواحي الذهنية، كالعلاج النطقي ويهتم بالمشاكل النطقية، كالعلاج الوظيفي ويهتم وظائف الحياة اليومية كالأكل والشرب واللبس والتنظيف وتنظيف الشخص لذاته. لأنه مشكلة هؤلاء المعاقين أنه يعني عندهم قدرات عندهم كذا، بس أنه ما يقدرش كيف يوظفها يعني. بالضبط، فهذا هو دور العلاج الطبيعي. دور التخصصات الأخرى الموجودة مع العلاج الطبيعي كيفية إيصال الطفل المعاق إلى أكبر قدر ممكن من الاستقلالية، بحيث أن الأهل لا يواجهوا مشاكل مع طفلهم ويصلوا إلى مرحلة من الاستقلالية، بحيث أن الطفل يصبح معتمد على نفسه. وهذا لا يعني أن كل الأطفال ممكن أن يصلوا إلى مرحلة الاستقلالية الكاملة، ولكن السعي بأكبر قدر ممكن لإيصالهم. طيب أستاذ عبد الوهاب، عندك بنت عمرها 6 سنين، ربنا يحفظها ويخليها إن شاء الله، وتستخدم العلاج الطبيعي. حدثنا عن بالضبط إعاقة البنت، أيش بالضبط؟ بس اسمح لي في البداية أن أعلق على كلمة صغيرة قالها الدكتور أحمد. فطح. وهو قال تحقيق نتائج مهمة. هل يقصد أنه هذه ما يتحقق في اليمن؟ هل تحقق هذا الشيء النتائج المهمة تحققت للمعاقين في ممن يتلقون العلاج الطبيعي، أم أنه يتكلم عن الشكل العام في العالم يعني؟ هو خل إحنا أعتقد الدكتور بيتكلم عن الشكل العام، لكن بالنسبة لليمن بيتكلم على الإطار العام لمفهوم العلاج الطبيعي في دول العالم الآخر. يا أخي العزيز، أنا ابنتي طبعا نتيجة خطأ طبي، وليس يعني نتيجة ابنتي، الأم كانت حامل في الشهر الأول كذا حصل نزيف، فالدكتورة بدل ما تجيب لها تقول لها أسقطي الجنين جابت لها فبتت حامل، وبالتالي من الشهر الثاني إحنا عارفين إن بنتي يجي لها يعني مشاكل، أو الشهر الرابع بدأت تكون الجنين إنه في مشاكل تجي، أجت بصغر في الجمجمة في الرأس، ومن أول يوم بدأت ما كذا، فعملت لها عملية فك الضغط على الدماغ، محاولة إنه علها تتحسن شوية، لكن ثبت بعد عرضها على أكثر من طبيب أكثر من أخصائي بأنه لديها ضمور جزئي في الدماغ. هذا الضمور الجزئي في الدماغ قد يسبب لها شلل وقد يسبب لها كذا، لكن العملية اللي عملتها بعد 3 أيام من ولادتها سببت أنه عدم تعرض سمعها وبصرها وحركتها للشلل أو كذا. أوكي، الآن أن ابنتي سليمة يعني ما عندها مش مشلولة، لكنها غير قادرة، عندها ضمور جزئي في الدماغ وبالتحديدا في منطقة المخيخ، غير قادرة على أن تؤدي الوظائف المطلوبة في الجسم. يعني لا تعلم بأن اليد هذه تشتغل، اليد مش قادرة، هي تريد من يوجهها ويكون مختص من أجل تستخدم يدها، غير قادرة على أنها كيف تستخدم قدميها، كيف توقف تجلس. هذه الأشياء نحن نبحث من الذي يمكن أن يقدمها لنا من أجل أن ابنتي تكون ولو 3%
من ما يمكن أن يكون عليها الأشخاص السويين. يعني الآن ربما ابنة كما يتحدث الأستاذ عبد الوهاب الدكتور يعني هي ربما عندها تأخر في عمر الدماغ نفسه مثلا بالضبط كذا. هذا يجرنا برضو لسؤالك إنه ما أسباب الشلل يعني أسباب الشلل الدماغي أو زي مثلا هذا ما أسباب الإعاقة هذا اللي بتسبب إنه الشخص يستخدم علاج طبيعي مثلا الشلل الدماغي ربما تناولناه برضو في حلقة سابقة. أوكي بالنسبة للمسببات هي عادة بتكون يا إما أثناء معنا قبل الولادة وهي مرحلة الحمل أو أثناء الولادة أو ما بعد الولادة من المسببات اللي ممكن تؤدي إلى الإصابات الدماغية. فيجب على الجميع أن يعرف أو يعي كيفية التعامل ما يسمى بالتدخل المبكر، كيفية أنا ممكن أن أتعامل مع الإعاقة هذه إذا حدثت لي قبل الولادة أو أثناء الولادة أو ما بعد الولادة. فدورة التدخل المبكر مهم جداً بأنه يتم التعامل مع الحالة من بداية ظهورها إلى الحياة أو وجودها في الحياة، كيفية التعامل معها وكيفية إرشاد الأسرة والأهل في كيفية التعامل والتجاوب مع الحالة لتحقيق نتائج مرضية لهم ومرضية إنه الطفلة تبدأ تستطيع أن تؤدي وظائف معينة حركية إن كانت أو ذهنية أو نطقية أو وظيفية. طبعا الأستاذ عبد الوهاب ذكر جزئية في كلامه وهو إنه أنا الآن أدور كيف إني ممكن يعني أوجد لبنتي إنه النتائج الملموسة هذا اللي تكلمت عنه في نفسك، كيف إني من الذي سيجعل بنتي تحسن أو إنه سيقدم لنا هذه الخدمة بالضبط؟ في هذه الحالة المفترض إنه طبيعي إنه كدكتور أنا كمختص عندما تأتيني الحالة أن يتم عمل تقييم كامل لها يسمى assessment كامل لها، بحيث إني أحدد أهدافي الرئيسية من الحالة، ما هو الهدف الذي أنا أستطيع أن أصل معه للحالة أو الهدف الذي ممكن تحقيقه مع الحالة بما يسمى بالبروغنوسيس. ممكن أعرف أن هذه الحالة حالة بسيطة ممكن أن تعطيني نتائج، هذه حالة متوسطة نتائجها محدودة لذلك أصنفها بأنها متوسطة وأقدر أشتغل معها على برنامج معين. يعني وصلنا إلى مسألة مراكز العلاج الطبيعي والذي أريد يعني والذي هو فعلا محور حلقتنا، هو ليس طبي أكثر ربما كلامنا اليوم لكن سيكون عن لأنه الأمانة هي طبية أنا تناولته في حلقة سابقة. ما هي الأداء بالضبط؟ وهو الذي هو صندوق رعاية تأهيل المعاقين يدعم الكثير من مراكز العلاج الطبيعي. كم المراكز تقريبا التي أنتم يعني تمولونها كصندوق؟ في أمانة العاصمة تقريبا يتواجد من 11 إلى 12 مركز في الحدود هذه متوزعة على عدة مناطق فيها عدد كبير من الحالات، وفي خارج الأمانة يوجد في عدة محافظات كمحافظة تعز كمحافظة الحديدة. أستاذ دارس اسمحني أسأل بس كم من هذه المراكز التي تتكلم عنها حكومي أكيد هذه تفضل حكومية في معنا في بعض منها حكومي في بعض منها قطاع خاص مثل في جمعية التحدي تمام في مش حكومي هو ليس حكومي منظمة مجتمع مدني أنا أتكلم عن الحكومي حكومي الذي يتبع الدولة إذا فيها في مركز يتبع الدولة من المركز هذه كلها مركز الأطراف الوحيد الأطراف. طيب أنا برضو الدكتور أحمد يعني قبل أن ندخل في نخوض في الجانب هذا، هذه المراكز غير الحكومية والأكيد الذي هي ربما أسميها تجارية في الأول والأخير هي مراكز تجارية وتبحث عن الربح. صندوق رعاية تأهيل المعاقين كم المبلغ التي تمولونها بالضبط؟ يعني في أرقام عندك أعتقد؟ بالنسبة للتربية الخاصة المصروفات تقريبا وصلت إلى حدود 440 مليون حسب ما علمت من مديرة الرعاية. في العلاج الطبيعي 405 مليون، هذا المصروف الفعلي في 2013. بالنسبة للعلاج النطقي تقريبا 45.800 مليون، العلاج الوظيفي 16 مليون و500 مبالغ يعني هذه مبالغ طائلة. أيوة هذه مبالغ صرفت فعليا في 2013، ما تم اعتماده في 2014 في التربية الخاصة 390 مليون، في العلاج الطبيعي 356.400 مليون، علاج المبقي 84.500 مليون. العلاج الوظيفي 17 مليون و150. طيب الدكتور أحمد يعني هذه المبالغ الكبيرة ألا يعني تجعلنا نفكر أو تجعلكم أنتم كصندوق يعني بضخامة المؤسسة وضخامة الميزانية التي تصرف أن تفكروا في إنشاء مركز
يعني يختص بصندوق للعلاج الطبيعي، او دعم المراكز يعني اذا كان في مركز حكومي مثلا، انه يعني زي مركز الاطراف الذي الان هو اصبح برضو يعني اصبح انه يتغاضى مبالغ، يعني ليس هناك مركز مجاني نهائيا يعني، سواء منكم او من اولياء الامور كما سنعرف، يعني انه ما شاء الله في رسوم من عندكم وفي رسوم من اولياء الامور، يعني اين فكره انشاء مركز يختص بالعلاج الطبيعي يتبع الدوله؟ بالنسبة لإنشاء مركز يختص بالعلاج الطبيعي، قد طرح هذا المشروع تقريبا في عام 2009 على أساس أنه يتم إنشاء مركز مختص بالصندوق، لكنه إلى الآن لم يرى النور. حلم، سيظل حلم. طيب ليش؟ نتمنى ظهوره إن شاء الله. ليش لم يظهر لحظة؟ والله لا يوجد أسباب معنا لدي معنا معروفة. تفضل. اسمعني شوف يا أستاذ، يعني من الواضح أن المراكز الخاصة التي يديرها أصحاب رؤوس مال لا شك بأن هناك من يستفيد من هذا الوضع القائم، وبالتالي لو حاولت تنشئ مركز حكومي يدخل في طياته يعني كوادر متخصصات تؤدي الرسالة وتؤدي الغرض، وقد تكون وفر على الدولة، وقد تكون يعني مصدر إنها تكون تحسين الجودة ومخرجات الجودة، لكن هناك مستفيدين. هؤلاء المستفيدين لا يمكن أن يسمحوا لك ولا لي ولا للدكتور أحمد ولا كم من واحد يفعل أن يقضوا على أرزاقهم وكذا، وبالتالي سيظل الوضع إن إحنا نحلم بمركز متخصص يؤدي مهامه يعني بشكل طبيعي، يخدم المعاق، يدمج ذوي الاحتياجات الخاصة. هذا سيظل حلم إن شاء الله يتحقق. إيش تعليقك دكتور أحمد؟ والله أنا ما ممكن يكون كلامه صحيح 100%. بالنسبة لي أنا في إدارة الصندوق مع الأستاذ عبدالله الهمداني ومثلا في الأستاذ عبدالله الهمداني بيقدم خدمات كثيرة وإنسان متعاون جدا، ولا أعتقد أنه سيعارض فكرة إنشاء المركز، قد يكون فيه معارضة من أي جهة أخرى. لن نقدح في شخصية احنا نبتعد عن الأسماء، احنا نتكلم عن واقع كيف يجب أن يكون. شوف الصندوق، أنا من وجهة نظري يا أستاذ دارس، الصندوق شفت يعمل يعني، شوف في عندنا يقولوا لكم في مثل أنه صح ويأمل يبذل جهد الصندوق، لو تشوف يعني قدرات بيبذلوا جهد وفي قدرات، والدكتور عبد الله الهمداني لما ازوره اشوف يعني انا صح اجيله حامي هذا سدارس، اجيله حامي واوصل لا اشوف الحالات اللي عنده، كم الكم الكبير اللي بيستقبله من الناس، كم بيتعامل مع حالات، كم بيتعامل، واحس اقول في جهد، لكن الجهد هذا غايب، يعني جهد مهدر. الجهد المهدر هذا ليش مهدر؟ هنا السؤال، لماذا جهد الصندوق مهدر؟ لماذا جهد الصندوق لا يؤدي غرضه، لا يؤتي ثماره؟ ليش؟ تفضل دكتور. لا بس انا حاب اعقب عليه، انه بعض الاحيان قد يكون الانسان نفسه تمام لا ينظرش للشيء اللي بيعطى له، معناه ما بيحسش بقيمه الشيء اللي يعطى له، ففي ناس كثيره بتعطيهم وفي النهايه يرجعوا يذموا. معناه طيب هل هناك يتم الذم بقدر ما تعطي في النهايه لا يروا لك، معناه كانك ولا عملت اي حاجه. طيب هل هناك يعني المعارضه فكره انشاء مركز مثلا من اي جهه كانت، سواء من الصندوق او من غيره؟ طيب هل هناك ربما نقول قله وعي باهميه هذا المركز مثلا؟ بالضبط، وقد يكون هذا هو احد الاسباب الرئيسيه، انه في ناس مش فاهمه انه هذا المركز ممكن يخدم شرائح كبيره، ممكن يخفف من الضغط على يخفف من الميزانيه. أيوة. برضه ربما يخفف من يقدم خدمه متميزه. ايش الاسباب الاخرى ايضا؟ اسمح لي استاذ دارس صراحه، اسمح لي استاذ دارس. انا اشي الدكتور صراحه، بس السؤال بس اطرح على الدكتور سؤال. يعني هو دكتور متخصص وهو مستشار، وبالتالي يتصلها الارقام والبيانات. هل الصندوق عمل احصائيه بهذا المتجر هذا المعاق وهذا المعاق؟ هل اتت يعني تدريب ثماره من 2000 من عام 2001 من عام 2009 من 2006 من 2007 انا بندرب وادفع فلوس لهذا المعاق لسين من الناس لصد من الناس، هل هذه الفلوس اللي بندفعها اتت ثمارها؟ كم اقيم؟ هل قيمت الصندوق قيم هذا الحاله من المعاقين، ام انا جالس اهدر مال اهدر، ام انه ايش الخلل ايش المشكله؟ ما فيش تقييم، ما فيش دراسه يا استاذ، ضايع الدراسات، ضايع البحوث، ضايع النتائج. ارد عليه. تفضل. طبعا بالنسبه لمتابعه الحالات وتقييم الحالات هذا دور بنقوم به بشكل دائم، تمام؟ بيتم متابعه الحالات بشكل دائم، معرفه من هي الحالات اللي تطورت يتم اخراجها او اللي تحسنت يتم اسقاطها، تمام؟ الحالات الغير متحسنه يتم تقليص برنامجها بحسب احتياجها، تمام؟ هذا احنا من عام 2009 الى الان. طبعا السبب في زياده المبالغ هذه ليس انه الاطفال هم السبب، انه في ارتفاع في عدد الاعاقه
في عدد الأطفال المعاقين اللي بيزايدوا يوم ورا يوم. وغير كذا إنه لما تجي تشوف إنه الأم والأهل ما بيخرجوش كان طفلهم المعاق، الآن شوي شوي بدأوا يخرجوا للخارج، بدأوا يخرجوا طفلهم، بدأوا يسعوا للعلاج له. طيب هل 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 في تحسين، هل في تحسن مثلاً إذا تكلمنا عن الحالة الموجودة، خلينا من الجدد الحالة الموجودة التي لهم زمان وسنين ربما يعني في هذه المراكز، هل تلاحظوا أنتم من خلال تقييمكم الذي ذكرته، هل في تحسن في يعني في بيشفوا هذول، في تحسن يعني ولو بجزء ضئيل؟ أنا أعتقد لا يوجد للأمانة. وإذا ما في تحسن ما هو السبب يا أستاذ؟ طيب إذا فرضا لا يوجد، لا يوجد تحسن، ما السبب؟ ولكن هذا الطفل بحاجة إلى علاج طبيعي، الاستمرارية في العلاج الطبيعي، هل يحق لي أن أوقفه؟ لا ما قلتش ناقص السبب. أيش السبب إنه ما تطور؟ ليش ما فيش تطور في الطفل؟ تكون فهموني إحنا عندنا الآن تصنيف للحالة نفسها أو للحالة الجميل. في حالات شديدة جدا تمام، مهما فعلت أنت تبقى تحافظ على الحالة هذه على نفس مستواها تمام، بحيث إنه لا يزيد ما تتهورش ولا ولا إنه إذا تدهورت هذه مشكلة ثانية. وهذا اللي بيحدث عندي إيقاف الحالة، لما أجي أنا أوقف الحالة يحدث تقلصات، تحدث تشوهات في المفاصل، بدل ما كنت أقدم لها الخدمة المستفيدة والأم المستفيدة أجي أسبب إعاقة أكبر في تشوهات، إذا الكل مشاكل تنفس، وفي النهاية تؤدي إلى وفاة الحالة بسبب إنه أنا ما قدمت لهاش الخدمة بالشكل المرضي. لذلك في بعض الحالات لابد أن تستمر فترة طويلة جدا وقد تكون مدى الحياة بالعلاج الطبيعي. جميل. وهذا ما يقدرش أي عالم أو ما يقدرش أي دكتور ينفيه، لابد من استمراريتها مهما كان. وفي حالات وإنما إيش اللي يتم؟ يتم تعليم الأسرة تمام، يتم تدريب الأم، يتم تدريب الأب في كيفية التعامل، في كيفية هذا، ويصبح بدل ما كان يجيني مثلا 3 أيام في الأسبوع يقلص إلى يومين، بعد فترة يقلص إلى يوم، بعد فترة يقلص إلى يوم. إذا في تحسن يعني. أيوه. مش إذا في تحسن، حتى لو ما فيش تحسن هذا بعد فترة طويلة من بس التدريب. حالات استثنائية التي لا تتحسن، حالات استثنائية معدودة، لكن احنا نتكلم عن الوضع العام الذي هي الحالة التي ممكن أن تكون يعني متوسط الحالات. متوسط الحالات. أستاذ عبد الوهاب زرت جميع المراكز؟ الحمد لله. شفتهم الكل؟ شفتهم، بس وانا اعتبر انه السياسه عندنا انه العقة واحده اصبح من خلال زيارتي. إذن لا احس ان العقة واحده، اشوفهم يدربوا نفس التدريب يا استاذ دارس، نفس التدريب نفس النظام نفس الكذا، ايش الخلل؟ هل كل المعاقين يعني حالة انت واحدة؟ انت كولي امر الان. أيوه. يعني قبل ان بس اخذ يعني انه انا اشتي منك تقييم لهذه المراكز، حسب انه تنقلت ببنتك الى اكثر مركز، لكن اسمحوا لي برضه استقبل اتصال قبل ان افهم. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله أخي فهيم القدسي، مرحبا فيك. أسعد الله صباحك أستاذ دارس. صباحك أستاذ عبد الوهاب الحميدي والدكتور أحمد. أهلا وسهلا فيك. حياكم الله. الموضوع أخي ذو أهمية كبيرة، يعني الأمانة موضوع المراكز الخاصة بالعلاج الطبيعي. والأهم من هذا كله المبالغ اللي طرحها الدكتور، مبالغ مهولة، يعني كان أنا حسب علمي أنه تصل إلى 200 مليون تقريبا، لكن هذه ولا شيء 200 مليون. أيوة يعني عادوا، لكن ما طرحه الدكتور 400 مليون الحقيقة إنه هذه مبالغ لا ينبغي أن تمر هكذا مرور الكرام، وخاصة في إطار مراكز خاصة بالعلاج الطبيعي، لأنه هذا فعلا باب أو بؤرة من بؤر الفساد التي أيضا يعني موجودة في صندوق المعاقين. أعتقد 1 مليار ريال هو يصرف في بجانب العلاج الأدوية والعلاجات والمراكز الخاصة بالعلاج الطبيعي، منها 400 مليون 600 مليون أيضا تصرف للأدوية وقد انقطعت من شهر 11. على العموم يا أخي عزيز، أنا سأنطلق من تقرير أعده الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في عام تقريبا 2008. يقول فيه أنه الرقابة طبعا انعدام الرقابة من صندوق أو من قبل صندوق المعاقين على تلك المراكز، يعني للأسف الشديد ما يحصل أنه تلك المراكز الخاصة هي من ترفع تقاريرها بالحالات وباحتياجات الحالات راحتهم، أيضا هي من ترسل الحالات أو يعني تجمع مجموعة من المعاقين أو من المستفيدين من خدمة العلاج الطبيعي وترفع بهم إلى صندوق المعاقين، هي من ترفع وهي من تقر وهي من تحدد الجلسات وهي أيضا من تراقب على نفسها، لا توجد أي رقابة. الدكتور أحمد قد ربما لديهم يعني كبداية ينزلوا إلى المراكز ويحددوا احتياجاتها وبالتالي ينصرفوا عن هذه المراكز، وبالتالي هذه المراكز تمارس يعني مهامها وأيضا ابتزازها وأيضا ما يمكن أن يقال في هذا الكلام يعني في هذا المجال. لذلك الرقابة هنا معدومة تماما،
أضيف أخي دارس إنه أغلبية هذه المراكز هي ليست لرجال أعمال أو المستثمرين، وإنما أيضا قد تكون لوجهات لها نفوذ في الدولة. بمعنى أنا أسمع أو سمعت مرة أن هناك أمر أتى إلى صندوق المعاقين من رئاسة الوزراء أنه لابد أن تتعاملوا مع هذا المركز، رغم أن هذا المركز لا يمتلك أدنى مقومات الأجهزة أو الأدوات أو المعدات التي قد تخدم فئة الأشخاص ذوي العقل المستفيدين من العلاج الطبيعي. نعم شكرا جزيلا. إذن هناك نفوذ كبير، هناك أيضا تسلط، عدم رقابة، مبالغ تصرف بالملايين، وهذه أرقام لا ينبغي السكوت عليها. لا يوجد توجه صادق، لا توجد استفادة حقيقية للحالات، إضافة إلى أن هذه المراكز فقرة أخيرة أقولها حتى لو أضيع الوقت، أنها المختصين أو الكوادر التي تعمل في هذه المراكز غير مؤهلة، وليس لديها أدنى مقومات التأهيل، بحيث أنها أيضا تقدم يعني برامج مدروسة وعلمية يستفيد منها الأشخاص ذوي العقل. نعم شكرا جزيلا لك أخي فهيم. اسمح لي أستاذ الوهاب، ليس عندنا وقت كافي، لكن باختصار الله يخليك تفضل. هو كتب رسالة لوزيرة الشؤون الاجتماعية شرح فيها كل المعاناة بشكل مفصل ودقيق، هل وجد استجابة من المعنيين على رسالته؟ بس تفضل أخي فهيم. يبدو أنه ليس معنا، لكن هو من خلال كلامه، هو بصراحة الأخ فهيم القدسي ومن المتابعين ومن المساهمين أيضا في إنجاح الكثير من الحلقات وفي يعني في برنامجنا، لكن أنا يعني برضو أترك لك الكلام أستاذ عبد الوهاب، تقييمك لهذه المراكز كولي أمر فقط. شوف يا أستاذ، أنا طبعا يعني مريت قبل، أول ما بدأت أخذت البطاقة حق بنتي بدأت مريت إلى أكثر مركز، يعني ما استجودت في مركز معين لأنه قد سمعت معاناة كثيرة وكذا وكذا، بحثت وجلست أروح هذا المركز وأشوف من إمكانية المدربين وإمكانية الدكتور الموجود وما إمكانية الإدارة والنظام بحثت إلى أن وصلت سين من المراكز واستقريت عندها. تمام، لا أحد بنا سمي أي مركز، لأنه كل المراكز يعني لها الشكر وكل المراكز لها العتاب. عندما بدأت في المركز هذا وأنا أعتبر نفسي قدرنا إحنا أفضل ما هو موجود لدى الآخرين، أنا وصلت بدأوا أخذوا الاستمارة مني، أخذوا استمارة الاستبيان، استمارة التقييم للحالة، استمارة الحاجة، معلومات الأب، معلومات الأولاد، فارتحت شخصيا، قلت هذا لأني لابد بأنه هذا هو العمل المؤسسي الذي يمكن أن يقدم شيء جميل. عبيت الاستمارات، عبيت كل شيء، وبدأ منتظر متى يحددوا ما هو البرنامج الزمني أو البرنامج الذي تحتاجه الحالة، حددوا ماذا تحتاج الحالة، لكن عندما شفت أنه كل الحالات هي نفس الحالات التي حددوها لبنتي، نفس البرنامج، نفس الآلية، نفس الشكل، ولو لا شوف لعلمك، أنا أوجه من هنا تحية للدكتور إسلام مصطفى وهو مصري الجنسي ومتخصص في العلاج الطبيعي، يعني لولا أنه يعني عادوا بكذا يعني في بين المعاقين اللي موجودين هناك زي ما نقول الأسرة الواحدة، لو شيء إنه يعني الآباء والأمهات والمعاقين نفسهم قد طفشوا من كل المراكز، بس إحنا في المركز هنا الحمد لله بنعاملين زي الأسرة، كل واحد بنتعامل هذا بالنسبة لهذا المركز فقط، ماذا عن المراكز الأخرى؟ هذه أيوة. إشادة وهو مركز خاص بس المركز الوحيد يا أستاذ، أنا اضطريت أروح لكل المراكز وأعمل دراسة صحفية يا أستاذ أشوف الواقع اللي معمول هذا، لأنه موجود الدكتور إسلام مصطفى لأنه مصري ومتخصص في العلاج الطبيعي، متخصص هذه المشكلة اليمنية وبيتعامل مع وعي، شوف وعي الأم يا أستاذ، الأم الحين لما أجي أقول لك أنا كدكتور الدكتور إسلام الآن لما يجي يقول الدكتورة بنتك ما تحتاج علاج طبيعي، ما تحتاج إلا ربع جلسة، بعتبره عدو. لكن هنا احنا في عدم وعي، أيوة احنا في المركز بدأنا احنا كيف نخلق وعي بيننا ما بين الدكتور ما بين الأولياء انه ماذا يحتاج المعاق. طيب هل انتم تدفعوا رسوم؟ طبعا تدفعوا رسوم. الصندوق الآن يعني تخيل ان الصندوق تخفيض الآن الساعات، قصدك خفض من طيب 6 ساعات كان في اليوم طيب الى 3 ساعات في الاسبوع. وانتم تدفعوا الباقي؟ الباقي تدفعونه، المشاية يدفعها على حسابي، مشاية المشاية هذه كانت خارج الصندوق. رغم هذه الملايين دكتور احمد، ولا زال ولي الامر يدفع، الاستاذ عبد الوهاب ربما قادر، غيره لا يستطيع، غير قادر على دفع ولا 1000 ريال يعني. ولعلمك واكثر المصابين بين الاشياء هم ربما الفقراء، الناس الضعفاء. ولعلمك يا استاذ قبل ما يجاوب يعني الدكتور اسلام وبمغالطه يعني ما يعرف مالك المركز او المؤسسه، واحنا بنعلن الان بزيد للمعاقين نص ساعه زياده عن ما هو مقرر من الصندوق زياده، هذا لان احنا اجتمعنا بعد ما اجتمعنا وتناقشنا مع الدكتور ووصلنا لحلول كيف نوصل ما يرضي الله. تفضل دكتور احمد. الله يحفظك.
طيب انا بس ارد على حق مساله من عام 2008 الجهاز المركزي للرقابه والمحاسبه اللي رفع التقرير. طبعا هو احنا بدينا الشغل مع الصندوق في نهايات 2008 بدايات 2009 كنا انا والدكتور محمد بمرحول، وتم اغلاق مراكز كانت بتتلاعب بعدد الجلسات، تتلاعب بالمدة الزمنية للجلسة، كان يتلاعب باسم مكثف، كان يتلاعب باسم انه هذه الحالة موجودة وهي توفت، كان في حالات ميتين يعني أيوة متوفية نتيجة الجهد اللي اكثر من طاقة. تمام، لذلك اخذ بعين الاعتبار وبدا يحسن الصندوق بهذا الجانب وبدا يتابع ويراقب المراكز هذه، فتم اغلاق المراكز اللي فعلا مخالفة للشروط واللوائح. من خلال كلام الأستاذ عبد الوهاب الآن، بما أنه يمدح في مركز فمعنى هذا أنه حاجة إيجابية، معنى أنه فيه مش 1% أستاذي، هو لم يجرب المراكز الأخرى بأنه يدخل بنته في برامج معها. هل جرب؟ على المدح ندهشف، لأن احنا بدأنا كأولياء أمور بالضبط. نخلق علاقة مجتمعية ما بين المدرب ولي الأمر، في نفس الوقت أكيد المدح لأنه في برضه في أموال بيدفعها هو شخصيا. ماشي انه انا بدفع من اجل بنتي، لكن احنا خلقنا علاقه مجتمعيه يا استاذ ما بين المدرب ما بين هذا المفترض اللي يصير يا استاذ عبد الوهاب. هذا المفترض هذا ارجو تكمل برضو كلامك على المراكز. اللي هو كنا في اي نقطه كنا انه اوكي بالنسبه للمراكز، هو جرب مركز واحد ولقي هذا التجاوب وهذا الاهتمام وهذا الجو العائلي الاسري وذا الكل، ما يقدرش يحكم على المراكز الاخرى الا لما يدخل في وسطها ويبدا يشوف ويلقى هل فعلا في نفس المردود، في نفس الاهتمام، في نفس هذا او لا. لانه انا متاكد الان قد يكون فعلا سابقا كان في مخالفات، في تجاوزات. دخلت انا عندي تعابك استقصائيه، انا دخلت بشكل استقصائي. نعم خلينا دكتور عبد الوهاب بالنسبه للحالات، انا بالنسبه لي الان كل ما زاد العدد في المركز تمام، كل ما كانت الخدمه ذات جوده اقل تمام، بسبب انه في ضغط بيكون على المركز والمركز يشتري ربح في نفس الوقت. بالضبط، فلذلك انا بالنسبه لي كصندوق في عقد معي مع المركز واضح ببنوده بشروطه بكل شيء، معنى ما فيش حاجه ما خليناش الثغره في العقد هذا بحيث انه المركز ممكن انه يتلاعب او طيب ممكن ما هو في تلاعب. تمام استنى استاذي خليني اكمل لك كلامي. بالنسبه للموضوع دفعه للمشايه، المفترض من الاستاذ عبد الوهاب انه يجي يتكلم اذا بيدفع فعلا للمشايه، احنا نعرف كيف نتفاهم مع إدارة المركز او نتفاهم مع المدير الطبي للمركز او المدير الفني للمركز انه برنامج المشاية لا يعتبر مدفوع تمام، انما هو مجانا، وارجع اقولها مجانا من ضمن البرامج الاخرى. ليش في اشياء مدفوعة؟ من ضمن يعني الاستاذ. اعتبرها بشرى، هذه بشرى للامهات المشاية. انا عن نفسي المدفوع هو على المانيوال ثيرابي، اللي هو المانيوال ثيرابي بما يسمى العلاج، اللي هو انا بمسك الطفل وابدا احركه وابدا اعطيه التعليمات وابدا اوجهه بشكل انه يستجيب. ليش هذا مدفوع؟ ليش هو يسلمك على اولياء الامور المدفوع لاولياء أيوة الامور؟ ايوه ليش مدفوع من اولياء الامور؟ لا مش من هذا مدفوع من الصندوق. انا اقصد ايش الاشياء المدفوعه من اولياء الامور؟ اكيد انه كل شيء مدفوع من الصندوق. ما فيش اي حاجه مدفوعه من اولياء الامور، المفترض ما فيش اي ريال، المفترض انه ما فيش اي ريال يدفع من اولياء الامور طالما يتم التغطيه. في إشكالية كانت حدثت في 2011 بسبب المواصلات، من المواصلات بسبب البترول، ارتفاع سعر البترول، قالوا المراكز انهم بيتضرروا من هذا الجانب، قلنا مش مشكلة ممكن الأهالي يساهموا مساهمة مجتمعية معه أيوة. في المواصلات هذه هي فقط اللي تم الاتفاق عليها، ما بيدفع في سندات أيوة. رسمية. أما انا بدرب بنتي بس يا استاذ، عارف ايش الاشكاليه استاذي؟ خليني اشرح لك الاشكاليه. نبدا بس يا استاذ دارس، انا اعتبر برنامجك يمثل انجاز حلقه اليوم اذا كان كلام الدكتور بان المشى يا مجان، واتمنى انه يتابع هذا الامر لانه طيب ادعو لكم الاباء كلهم والامهات. لا 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 حرام، هذه حرام، هذه ملايين تذهب اذا لم تكن مجان فيغلق المركز بصراحه والله العظيم. واذا ما بنظاهر كلنا بنصير نعمل مظاهره عشان هذه المراكز، لانه ملايين تدفع ولا زال ولي الامر يدفع. يعني هي الإشكالية الآن إنه الرضا من الكل على مركز مستحيلة، والمعنى الغضب الكل من مركز برضه مستحيل، لذلك لن تجد الكل راضي عن الصندوق ولن تجد الكل غاضب من الصندوق. في جهد أنا مشهود تمام. أنا الآن حاب أوصل فكرة أنا إنه المراكز العلاج الطبيعي الآن مفترض إنه الأطباء اللي موجودين داخلها تمام، هم يقوموا بعملية التقييم ويعملوا البرنامج. الآن أنا بما إني وجدت في إشكالية في هذا الجانب تمام، تم إيش الآلية اللي بيتم عمل بها الإرسالية الآن؟ آلية الإرسال الآن اختلفت عندنا في الصندوق، بحيث أنه أنا أشوف الحالة خلاص، ما فيش حاجة اسمها حالة تروح
ويعملوا برنامج او هذا الكل معناه ارسلها حاله لمده 3 أشهر واحنا نجلس نتابعها. لا تروح من عندي وانا عارف برنامجها. طيب تمام. تخرج من عندي من الصندوق وانا عامل لها ارساليه للمركز فلان الفلاني تمام ببرنامج تاهيل كذا كذا تاهيل شامل تاهيل ذهني برنامج علاج طبيعي لمده 6 أشهر بحسب رؤيتي انا كمختص انه هذه الحاله ممكن تعطيني في 6 أشهر اذا كانت لا تستطيع التقلب انها تستطيع التقلب ايوه تستطيع التقلب والجلوس في مقاييس معينه يعني بالضبط. اذا انا ارسم برنامجها من خلال خروجها من عندي وليس من الصندوق من المركز وليس من جميل المركز. ويتم طيب. متابعه المركز في هذا البرنامج بحيث اني اعرف انا هل وصل المركز الى هذا الهدف او لا. سابقا كنا ايش معنى يجي الدكتور هو اللي بيعمل كل معنى التقييمات وذا الكل. انا اجي اتابع تقييماته تقييم المركز فقط لا تقييم المركز كحاله تمام. اذا وجدت اي اخطاء اصححها. اذا وجدت اي مريض ممكن تغيير برنامجه بغير برنامجه تمام. هذا طيب بالنسبه الان برنامجه بيخرج من عندي بالضبط. هذا شيء جميل هذا شيء جميل. بس بالنسبه للدفع برا الدفع انا ارفض فكره الدفع من الاهالي. انا اقولها للاهالي ما يفعل الاهالي اذا ما دفع ما يفعل يجي يبلغنا في الصندوق انه بياخذوا منه مبالغ واحنا طيب انا في جلسه زياده. هو الان بالنسبه للجلسه لا تقول لي جلسه زياده. لا جلسه زياده انه حسب الحاله نفسها بالضبط. بس هو الان يدفع مبلغ هو امامنا الان ايش الاشياء اللي بتعمله ولا يدفع ريال. انا اتفاهم مع المركز يجي يبلغني تمام خلاص بلغناك الان على الهواء والان موجود والان برضو اعتقد في معنا بكل الاموات. انا اتكلم باسم بكل الحالات يعني الذي تدفع في برنامج هذا طبعا المشاريع ضمن برنامج بنتي الرئيسي وبندفع فيه. ايش ممكن تعملوا من ضمن برنامج بنتي الرئيسي من ضمن الساعه اذا لا يدفع ولا ريال ولا يدفع ايش. طيب نستقبل اتصال من خالد شاكر. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اخي خالد كيفك يا استاذ دارس؟ اهلا وسهلا. احد اولياء الامور ايضا لاحد المعاقين. تفضل اخي خالد اشرح لنا. شكرا لك يا استاذ دارس على طرحكم لهذه المواضيع يعني حياك اهلا وسهلا. يعني الظروف القاسيه الذي يعانوا منها هؤلاء الاشخاص حياك الله. اما بخصوص المراكز يا استاذ حد صراحه لك تفضل. المراكز طبعا تستقر الى كثير من الاحتياجات وكثير من المدربين الاخصائيين. طبعا انا الطفل الذي لدي عنده الحاله المنغوليه تمام. نعم. يعني نشكو من المركز انه لا يوجد اخصائيين. واحد لا يوجد اخصائيين. اثنين زي ما تقول المبنى يعني يعتبر غير مؤهل لمثل هذه الخدمة. غير مؤهل. ثلاثة زي ما تقول لا يوجد يعني إمكانيات لدى المركز يعني لمثل هذه الحالات لكي زي ما تقول تخرج أو تؤهل هذه الحالات. كيف التعامل مع تخيل أنه الطفل حقنا يعني زي ما تقول في غرفة. أيوه. تمام. هي كانت بالأخص مطبخ. للأسف. تمام. يعني زي ما تقول مبلطة من جميع النواحي وزي ما تقول أيام البرد يعانوا من برد شديد. وأيضا ما فيش معهم ناس أخصائيين يعني زي ما تقول يعني للاهتمام بهؤلاء الأشخاص. طيب ما يطحوهم داخل الغرفة هذه ويغلقوا عليهم ولا يهتموا بهم ولا يأهلهم ولا يدرسوهم ولا يعانوا بهم. يعني الطفل يعني حقي كان عدة مرات بيجي وهو مضروب. مضروب. نعم. رئيس المركز يعني من زملائه يعني ربما يحصل من زملاء اكيد لانه زي ما تقول بيطحوهم مجموعه كامله داخل الغرفه. تمام. ولا يهتموا بهم ولا شيء. لو ما يكمل التوامر الرسمي حقهم ويرتوهم للبيت حقهم وبس كانه يعني ما عملش حاجه وكانه ما استفاد ولا شيء. طيب انهم هذه الشريحه يعني يحتاجوا الى زي ما يعني اخي خالد هل تدفعوا رسوم مثلا للمركز؟ لا الحقيقة لا بندفع. أشكرك أخي خالد. أشكرك شكر جزيل أخي خالد. شكرا لك. الله يسعدك. شكرا جزيلا. دكتور يعني أشياء رئيسية ذكرها للأمانة يعني إنه ما فيش متخصصين وهذا موجود في اليمن وربما أنتم زي الأطباء الشرعيين نادرين الأخصائيين في العلاج الطبيعي. هذا أولا. الشيء الثاني يعني الموضوع التعامل يعني شيء ربما الامانه يرثى له انه عندما يروح الابن وقدو يعني اروح ابني سليم ويرجع لي وقدو فيه اعاقه ثانيه ربما.
بالضبط انتم يعني ايش يعني اين انتم عن هذه المراكز وزي ما بيعملوهم في مطبخ زي ما بيقول؟ بالنسبه اولا للمبنى، هو تكلم عن المبنى. المبنى عاده في شروط ولوائح عندنا موجوده في التعاقد مع المراكز، تمام؟ المبنى يجب ان يحتوي الا اذا جاء امر على ما قال فهيم بالتعامل مع المركز، يعني الا يعني استثناءات، تمام؟ طيب. لابد انه الشروط هذه تنطبق على المبنى، تمام، بحيث انه يتوفر فيه جميع الوسائل، جميع الادوات، جميع المنافذ، التهويه، هذه الاشياء كلها شروط ضروريه موجوده في العقد. ممكن يعني شوفوا صيغه اللائحه. انا ما يهمني ايش العقد بقدر ما يهمني تنفيذ العقد. تنفيذ العقد، تنفيذ العقد يتم نزول لجنه لتقييم المركز ووضعيته، هل هو فعلا مؤهل. ما ادريش انا، يمكن ما تنزلوش او تشوفوا. انا نزلت لعده مراكز ورفضت التعاقد معها بسبب انه المبنى غير مؤهل. تمام، هذا في الفتره هذه نزلت لعده مباني وفي مراكز، وفي مراكز كانت في مباني طلبت منهم، تم التعاقد معهم، طلبت منهم تغيير المبنى لمباني أفضل تتناسب مع شروط العقد ليكون، وفعلا وإن توفر. طيب ماذا عن هذا المركز بالذات مثلا الذي هو غير متوفر لحد الآن المبنى، ويعني مسمى المركز ما بيش داعي له بس أنه موجود والمسمى عندنا يعني وموقعين عقد معكم. وإن توفر يا أستاذ دارس الشروط، وإن توفرت الشروط، ما هي القدرة الاستيعابية بالضبط لتحمل هذا المركز؟ يعني قد يكون يصل 1000 2000 3000، أم أنه تخليهم لما قد ينفجروا؟ صح، أنا قد يكون عندي مساحة حديقة متوسعة كبيرة وعندي غرف متوسعة، لكن قد تفوق طاقتي الاستيعابية في استيعاب الحالات يا أستاذ. بالضبط، هو الآن إحنا عندنا برضو موضوع الطاقة الاستيعابية، هذا محدد في العقد، تمام، محدد الطاقة الاستيعابية في العلاج الطبيعي، محدد الطاقة الاستيعابية في التربية الخاصة، محدد الطاقة الاستيعابية في العلاج الوظيفي، محدد الطاقة الاستيعابية لكل قسم من الأجسام، بمعنى أن المركز لا يستطيع تجاوز طاقة الاستيعابية المحددة من قبل اللجنة المختصة بالنزول. طيب أين هذه الأمور كلها؟ موجودة على أرض الواقع. فين يا دكتور؟ أنا الآن الناس بيتكلموا إنه أنت ما بتلاحظش، يعني مش كلامي أنا ولا كلام حتى الأستاذ الوهاب. الآن الشخص بيقول لك إنه يعني ابني بيتعرض لكذا وكذا 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 وجالس لي في مطبخ. تمام، أنا أنت الآن طرحت عينة من الناس اللي هي رافضة وشاكية وذا الكل، في عينة كبيرة جدا راضية على العمل، راضية على المتائج. هو راضي من ناحية لو تلاحظها أنت، راضي ما بيدفعش رسوم، لكن الأشياء الباقية كلها يعني ما فيش لا مبنى ولا كادر مؤهل ولا شيء، وانت دائما تتكلم عن العقد. يعني طيب انت تطبيق العقد نفسه، اذا انت هل بتتابع تطبيق العقد اللي وقعته مع هذا المركز؟ شيء اكيد يا استاذي، انا لن معناه انا عن نفسي لن اوقع عقد ولن ارضى بتوقيع عقد طالما المركز لن يستوفي الشروط. كم قال لك خلال عام 2013 مراكز غير مؤهله؟ سؤال مطروح، سؤال عادي يا دكتور. قول انا خالفت هذا المركز سي من الناس، لا تحدث اسم المركز بس تدي لي رقم. هل في مشاكل للامانه؟ انا انتم لم تغلقوا اي مركز اعتقد، صح ولا لا؟ لكن في 2013 اغلقت هذا. جميل، هذا يريح الان. اغلقنا مركزين في 2013. جميل، لعدم وجود العمل الاساسي او المتطلبات الأساسية ومخالفات لبنود العقد وذا الكل وعدم الالتزام. فأنا طيب الحق يعني هل برضو أنا أعتقد أنه لو أنتم ركزتوا على مراكز ربما تغلق جميعها إلا ما ندر، يعني ربما نقول أنه 3 مراكز اللي تشتغل صح، البقية للأسف الشديد زي ما تقول أنه إما تابع الوجاهات أو تجارية. طيب يعني أنتم الأمانة هؤلاء المظلومين اللي هم الحالة الإعاقة نفسها، ما مصيرهم الذي بيتعالجوا لا زالوا يتعالجوا في زي هذا المراكز اللي ما بتطبقش العقود أصلاً اللي بتعملوها معهم وزيدوا تمولوها بفلوس كمان؟ بصراحة احنا أنا عن نفسي بنتابع المراكز، بلاقي رضا كبير من الحالات، قد يكون في بعض الحالات لها شكاوى. أعطيك على سبيل المثال، جاتني حالة بتشتكي قبل شهر من مركز اللي بيتعالج فيه الأخ، تمام، وطلع في النهاية المشكلة بينه وبين واحد أو شخص موجود داخل المركز، فما دخل المركز وتشكي عليه وتعمل الهليلة والضجة هذه الكل على المركز وهو مشكلتك مع شخص واحد. المشكلة الشخصية هذه لا نعتبرها قيمة، هذه ما منقش عليها خالص، بس أنه أنا أقصد يعني أنتم الآن يعني ما هو أغلبية الحالات اللي بتتدمر وتشتكي عادة بتكون وعلى فكرة في ملاحظة كمان، يمكن ما اشتغلتش في مجال الإعاقة، ما فيش حالة دائما تبقى في مركز واحد، دائما الحالات بتدور. جميل. في المراكز بتتنقل من مركز الى مركز عند حدوث اي حاجه بسيطه، بدل ما كان المركز جيد يصبح سيء.
طيب وانت برضو انت اذا تنقلت فيه يعتقد الارسال بيكون من عندكم ولا يعني لا لا هذا 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 براحتك عادي يعني في اي مركز لا 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 انتوا لا لا تخلطوش المواضيع ببعض تتكلموا على ارسال الحالات يا دكتور احمد الان لما تجي حاله متوقفه او شيء طبيعي بتحب تواصل العملاء في مكان اخر من حتى هذا جميل وهذا مشكورين عليه للامانه بس هو انا الانتقاد هو انه انا اشتغلت في المركز هذا او عملت ثاني اسب المركز الثاني ايوه ارجع اسب في المركز الثاني وهذا لا وهذا الخطا وهذه المشكله هذه المشكله الموجوده هذه المشكله اللي تقدر يخلص بس تمام هذه المشكله الموجوده انا لا اقول انه كل الاهالي بالطريقه هذه ولا انزه كل المراكز تمام في اخطاء في اخطاء بتحدث تمام احنا ما فيش حد يوصل لدرجه الكمال مستحيله تمام احنا نحاول نسعى انه نعمل افضل ما لدينا تفضل دكتور اسعد شوف يا استاذ انا عندما نتكلم عن قصور ونتكلم عن يعني اهمال او كذا لا نتكلم عن انه الاهمال من سيمنا الناس وصدنا الناس يا استاذ انا الدكتور عبد الرحمن الصبي والدكتور احمد بن احمد شخصيا يعني هؤلاء يعني فعلا معروفين انا اتخيل رحله عند الدكتور عبد الرحمن الصبي وقلت له انا بنتي اشتكي تزور المركز تشوف حاله بنتي وتقيمها وتعمل لي تقييم اجي على طول والله فضى نفسه وجاء الدكتور احمد باتصال هاتفي من ام مروه اللي هي بنتي طبعا ويا دكتور نحن كذا 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 وبدا وتفهم معها واجا العمليه هو بيبذل جهد قلت لك بيبذل جهد لكن هناك مراكز قوى هذه رسالتي اوصلها مراكز قوى يعني هي من مصلحتها يبقى الوضع كما هو عليه واحد اثنين يا أستاذ من يقوم بعمل التأهيل العلاج الطبيعي والتربية الخاصة حتى العامل النفسي لهم منعدم يعني بيبذلوا جهد والله العظيم أنه في المركز الذي أنا ابنتي فيه ومن خلال المشاهدة والله ما يبذلوه من جهد أنهم يستحقوا عليه تماثيل تنصب في التحرير والله ما يبذلوا من جهد ورغم ذلك كم يستلم كم تتخيل يستلموا يعني من 7 الصباح إلى 7 المغرب كم يستلم هذا الذي يبذل جهد ويمسح عزك الله البلاء ويمسح وينظف ويلبس ويدرب كل شيء ويبذل جهد لا يتوقف دقيقة واحدة والله لا يتوقفون دقيقة واحدة في عملهم ما يقدرش يدخل الحمام ما يقدرش يجاوب ممنوع يجاوب التليفون يا أستاذ دارس وكم يتقاضى يا أستاذ شوف سأل كم يتقاضى بالنسبة للممنوع يرد على التليفون هو فعلا صحيح المفترض أنه يكون مع المريض مركز أوكي. ماسك حالته بشكل كامل طيب يتقاضى 20,000 ريال أعتقد والله انا بالنسبه للمبالغ بالضبط ماذا قدم الصندوق لهم كدعم نفسي طالما مدير المنشاه وصاحب المنشاه اذا لم تقدم للمنشاه اللي بيشتغل لانه تاجر صاحب المنشاه تاجر يا استاذ هذا اقل شيء يفعل دور لا هذه انا لست معك فيها الان لانه انا اعتقد انه يعني هو ما جاش يشتغل في الصندوق في الاول والاخير وهو غير متخصص هذه اضافه الى انه يعني انه زي ما تقول هو غير متخصص في نفس الوقت الصندوق ليس مسؤول عنه مسؤوليه مباشره لكن الصندوق المفروض يتابع اداره المركز نفسها اداره المركز يعني نفسيه المدربين يعني المبالغ اللي بيستلموها هي بتعود في نفس الوقت على المتدربين انفسهم بالنفع أيوة. او بالضرر أي. ايوه طبعا بالنسبه لمساله الاخصائيين وعدم توفرهم وهذا كله فعلا احنا في اليمن بنعاني من هذه المشكله تمام انه ما فيش اخصائيين علاج طبيعي بالشكل الكبير هم محدودين على عدد اصابع اليد الواحده بالنسبه للفنيين نفس الشيء المعهد الصحي سنه بيدرس وسنتين ما بيدرسش فلذلك ما فيش حتى خريجين كثير فنيين علاج طبيعي ممكن الاستعانه بهم وما لذلك تخصص في الجامعه برضو بالضبط وما فيش أيوة. ما فيش جامعه حكوميه فاتحه قسم العلاج الطبيعي مع انه في طرح من قبل نقابه المعالجين الفيزيائيين اليمنيين عده مرات انه يتم فتح جامعه متخصصه او كليه حكوميه في مجال العلاج الطبيعي ايضا لم يرى النور فالمفترض انه اذا احنا نحب نطور العمل في هذا الجانب مع الاعاقه الاهتمام بالاشخاص اللي هم بيعملوا في هذا المجال تمام الان في معانا جامعات خاصه زي جامعه الازهر ايوه بتعمل في التربيه الخاصه وبتعمل في العلاج الطبيعي اذا ننتظر الى 5 سنوات 6 سنوات الأمام إن حتى يتخرجوا الكوادر هذه بحيث إنهم يدخلوا في مجال العمل. طيب اسمح لي استقبل اتصال من سعيد رواح مرحبا. ألو يا بدون الاتصال انفصل معنا لكن أنا أريد في الأمانة أن سعيد معنا. فصل الاتصال أستاذ أحمد معليش بس الدكتور أحمد للأمانة في ظل هذا أنا أسميه للأمانة تلاعب لا أدري من المراكز أو من مراكز القوى يعني هي كلها مراكز يعني أستاذ الأحمد لكن من المراكز أو من مراكز القوى لكن هذا التلاعب هل له نهاية ومتى سنرى الحل لهؤلاء المساكين قبل ذلك أستقبل الاتصال من الأخ سعيد مرحبا أخي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تحياتي لكم ضيوفك الكرام حياك يا مرحبا المسؤولين أو أصحاب القرار
يعرفوا ايش معنى كلمة معاق او عاجز. انا معي بنت معاقة يعني عمرها 23 سنة الله يحفظها، لكن الحمد لله انا مسرور قادر اكلها واشربها اوفر احتياجاتها. الناس اللي ما عندهمش امكانية يعني ناس محتاجين ظروفهم صعبة ما يقدروا يوفروا قيمة المواصلات للمركز. دائما عندما نتكلم نسمع كلمة الإمكانية. هذا مش أبناءنا، مش أبناء الوطن، هل أجوا من دول ثانية؟ حتى لو أجوا من دول ثانية كأخلاق كأدب الحكومة والمسؤولين محسوبين علينا. ها؟ بالضبط يعني الوزراء. نعم نعم المعاقي. لو ما نجي نتكلم ما فيش إمكانية. السيارة الجديدة اللي تجي وبدل السفر وبدل 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 يستغنوا عنها لمدة سنة، مش عيب. صحيح. يعني يقولوا ما فيش إمكانيات، لكن السيارات ولا حاجات رفاهية تنزل بالملايين دولارات. بالضبط. الأولوية يعطون الناس هذون. عيب نجي نتكلم ما فيش إمكانية ما فيش إمكانية. نعم. معنا. شكرا لك، شكرا لك أخي سعيد. شكرا يا أخي. شكرا لك جزيلا دكتور. يعني كما قلت انه فعلا هؤلاء ابنائنا، وكما تكلم الناس بيتكلموا من حرقه. لو بتلاحظ متى فعلا سنلاحظ او يعني سنلاحظ عدم تلاعب من هذه المراكز او مراكز القوى نفسها الذي يعني ربما انتم تتاثروا حتى منها؟ يعني تفضل. انا عن نفسي بصراحه انه لما انزل للمراكز دائما او اتابع المراكز بتشوفها مفروشه ورود. لا مش بشوفها مفروشه ورود، اجد اخطاء واجد مشاكل واجد حالات تشتكي واجد. على سبيل المثال حاله من الحالات اشتكت وبدات تطلب انها انه ارجع العلاج المكثف لبنتها. تمام. فحاولت افهم الام، حاولت اقنع الام، لكن بما تاثير الدكتور الاخر اللي كان موجود داخل المركز بدات تدعي علي وبدات هذا جاء الأب تفهم الحالة. إذن مشكلتنا الأساسية، أنا أعتقد أنه مشكلتنا الأساسية في فهم مجال الإعاقة هو في الوعي نفسه بمجال الإعاقة. بعد كذا تكلم على الخدمات اللي مقدمة في مجال الإعاقة لكي يفهم الأب والأسرة والأهل والمجتمع نفسه كيف يتعامل مع ابن المعاق. إحنا بنعاني من جانب كبير في مجال نقص الوعي، معناه كل ما هو سهل هاته. لا، لابد ان الاهل يحسوا، لابد ان المجتمع يحس بالمعاق هذا، لابد ان الصندوق يتابع اكثر، لابد ان الصندوق بيتابع بيأدي عمله. قد لا يكون الى درجه الكمال زي ما قلت، لكن احنا بنحاول. وبصراحه في ضغط كبير موجود انه هو احنا اثنين مثلا في مجال العلاج الطبيعي، هو انا والدكتور عبد الرحمن. فتخيل 13 مركز في امانه العاصمه، عندك غير المحافظات غير الاباء والامهات اللي بيجي بيشتكي على اي حاجه او بيجي معناه يعمل لي مشكله على ساعه على ساعتين على. انا في النهايه حابب اقول انه الطفل المعاق هذا لابد انه اول من يعرف يتعامل معهم الاهل. بالضبط. تمام. هذا دور من دور المركز في تعليم الاهالي كيفيه التعامل مع ابنائهم كيفيه. طيب دكتور في اخر هذه الحلقه اتمنى يعني مثلا انت كلمه منك انه الان او وعد اعتبره انه المراكز التي او الذي اولياء الامور بيدفعوا لها مبالغ، هذا اولا، انهم اذا تقدموا لكم ببلاغ ان تقوموا بايقاف هذا الدفع او يعني بايقاف اعيد واكرر زياره المراكز هذه زي اللي ذكرها الاخ خالد مثلا. اعيد انه ما فيش مبنى مهيئ، ما فيش هذا. هل يعني اخذ منك وعد انه في بعد هذه الحلقة أو غدا أو يعني في الأسبوع القادم إنه في زيارات لهذه المراكز وتفقدها؟ لأنه أسماء المراكز موجودة على فكرة. أكيد. أنا عندي نزول مبرمج الآن للمراكز كلها، لأنه طلعنا قرار قبل أسبوعين يمكن على مسألة التخفيف. خفضوا ساعات التخفيف. خفضنا ساعات الزيادة بالنسبة لعدد الجلسات. مشكلة التخفيف تم لكل يا أستاذ دارس. لكل الحالات. لكل الحالات الذي يحتاج. هو لتقييم الحالات وليس للكل، بمعنى انه للكل خلاص انتهى، لا، انما لتقييم الحالات لرؤية من هو محتاج الاستمرارية. جميل. من رؤية من هو وصل الى مرحلة لا يحتاج فيها الى الاستمرارية بعدد الجلسات المحددة. بتتابعوا هذا الشيء؟ ما هو الان احنا يعني اقصد انه الحالات اللي تحتاج، هل يعني بترجع لحالتها الطبيعيه مثلا اكثر؟ لا اقصد انه هل بترجع مثلا لوقتها الطبيعي اللي كانت تاخذه من قبل الحالات التي تحتاج؟ يعني اذا رايتم انها تحتاج جلسه تعيد ساعه من كثفه شيء اكيد. هذا وعد الجديد. أكيد. هذا اليوم معنا مكسب من البرنامج. افهمني يا استاذي، انا عملي انساني قبل كل شيء. بالضبط. تمام. انا بنظر للمعاق قبل كل شيء، لا انظر الى الجهه. المعنى اوكي، انا شغال مع صندوق رعايه التاهيل المعاقين كمستشار وذا الكل، لكن لا يعني ذلك
قبل كان عدد الجلسات 12 جلسة. أنا من اتخذت القرار في زيادة عدد الجلسات. تمام؟ زدت عدد الجلسات. والأستاذ عبد الله لم يكلمني ولم يقول لي شيء. بالعكس أعطاني الحرية الكاملة في زيادة عدد الجلسات. على أيوة. على لا جد. يعني يعني تخيل في جلسات بتعمل معنا 6 أيام في الأسبوع والبند في العقد هو 3 أيام في الأسبوع. وفي جلسات من ساعة إلى ساعتين. لأن الدكتور عبد الله يعرف إنه إداري وبالتالي بيترك المهمة هذه للمختصين. فهذه شيء محسوب له. وهذا اللي أحب أوصله إنه إحنا جالسين بنشتغل. معنا قرار زي هذا مخالف لبنود العقد إني أنا أتخذه ونفذه دليل على إن أنا ما يهمني أحد. يهمني الطفل المعاق. رأيت إنه يحتاج زدته. رأيت إنه ما يحتاج رجعت الوضع الطبيعي اللي هو بياخذ عليه جلسات. نعم. لذلك أنا أعيد وأكرر. باختصار نعم. ساعة مدفوعة من الصندوق. لا يدفع أي أحد من الأهالي مبالغ زيادة. لأنه إيش اللي بيحدث؟ بعض أصحاب المراكز أو بعض الدكاترة اللي موجودين في المراكز يقنع الأهل أن الطفل محتاج ساعتين. أيوة. والمشكلة أنه الأهل بيقتنعوا بالكلام هذا. طبعا هذا ما بيتمش عندنا يعني. هو مدافع طبعا. لا مش مدافع. لا أنا أتحدث عن مركز. لا يعني أنا أتكلم بشكل عام. أنا أتكلم بشكل عام أنه في مراكز الدكاترة عندهم موجودين. ابنك يحتاج 3 ساعات. ساعتين على حسابك. أيوة. ساعة على حساب الصندوق. ساعتين على حسابك وساعة على صندوق. والأب مستعد يدفع. وهذا المفروض أنه يتوجه لعندكم بالضبط أول ما يكلموا بالضبط. هذا الكلام. القرار في زيادة عدد الساعات يحدد من قبلنا. ولو هو يحتاج 15 ساعة في اليوم مستعدين نعطي له إياها. الله يخليك. ما عنديش أي مشكلة. طيب. في هذا الجانب. الحمد لله. طالما هذه البشرى. كلمة أخيرة لك استعملوها في ثانية. أنا كلمة الأخيرة أقول لهؤلاء الذين يعني يؤهلون ويدربون وإن كانوا غير مختصين لديهم رغبة ليؤهلوا أنفسهم، لكن هناك من يقف أمامهم عثرة. رجاء أيها المدراء المراكز، رجاء يا مدير الصندوق، حاولوا أن تدخلوا هؤلاء للاتحاد بالمعهد العالي أو جامعة آزر وهم سيتحملوا تكاليف دراستهم على حسابهم، لكن اتركوا أو الزموا أن هؤلاء يدرسوا سواء انتساب أو شيء. نعم. اترك لهم مجال للتأهيل. نعم. والله مستمعين الكرام وصلت وإياكم إلى فعل نهاية هذه الفقرة التي كانت فعلا يعني أتمنى فعلا أن نصل فيها إلى وعود. وصلنا فيها إلى وعود فعلا، لكن نتمنى أن نصل إلى التنفيذ. مستمعين الكرام أشكر الدكتور أحمد مبارة أحمد أبو بكر بن أحمد محمد أبو بكر بن أحمد مستشار صندوق رعاية المعاقين للعلاج الطبيعي والتربية الخاصة. أشكر الأستاذ عبد الوهاب الحميدي إعلامي وأيضا ولي أمر لطفلة معاقة. أشكركم الشكر لتواجدكم معنا في هذه الحلقة. مستمعينا الكرام فاصل قصير ونواصل إن شاء الله. لتبقى على تواصل دائم معنا في راديو يمن تايم عبر وسائل الاتصال المختلفة، الهاتف 244-226 أو 244-227، الرسائل القصيرة من يمن موبايل تبأفون واي موبايل MTN 888-08، التواصل الاجتماعي عبر فيسبوك facebook.com/radioyemantime أو عبر تويتر twitter.com/radioyemantime، ودائما عبر موقعنا الإلكتروني www.radioyemantime.com. بكل الوسائل بكافة الطرق دائما كلامك يوصل. مستمعينا الكرام ننقلكم إلى فقرة أخبار الإرادة مع الزميل علي الموشكي. أخبار الإرادة، أهلا بكم. أبدى المنتدى اليمني للأشخاص ذوي الإعاقة بصنعاء استعداده لتوفير المستلزمات المنهجية الدراسية لمرحلة التعليم الثانوي من سنة أولى حتى إتمام المرحلة الثانوية العامة ل 27 من الطلبة والطالبات المكفوفين التي ترعاهم الجمعية اليمنية لرعاية وتأهيل المكفوفين في محافظة عدن. وأوضح رئيس الجمعية محمد ثابت لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن الجمعية تستعد حاليا لتوزيع تلك المستلزمات التعليمية منذ الأحد المقبل في الجمعية في إطار اهتمام الجمعية والمنتدى اليمني لذوي الإعاقة لتحسين أوضاع المكفوفين اليمنيين في مجال التأهيل والدراسة. اختتمت الاثنين الماضي بأمانة العاصمة الدورة التدريبية الخاصة بالدمج ولغات الإشارة بعنوان برنامج ربط الصفوف الدراسية للموجهين والمعلمين والإخصائيين الاجتماعيين في مدارس ذوي الإعاقة السمعية الصم.
الدورة التي نظمها على مدى أسبوعين إدارة التربية الشاملة بمكتب التربية والتعليم بالأمانة بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني تهدف إلى إكساب المشاركين مهارات ومعارف حول كيفية التخاطب مع ذوي الإعاقة السمعية. يحتفل العالم يوم الجمعة القادمة 21 من مارس الجاري باليوم العالمي لمتلازمة دوان، وذلك لتوعية الناس بمتلازمة دوان داون وهي إحدى أنواع الإعاقات الذهنية. وكانت اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2011 قرارها الذي ينص على إعلان يوم 21 من مارس يوما عالميا لمتلازمة داون يحتفل به سنويا اعتبارا من عام 2012. خسر منتخبنا لذوي الإعاقة الحركية من نظيره الماليزي في بطولة كاس ديفيز، حيث خسر في الفردي كل من نصيب وعصام ومنتصر، وفي الزوجي خسر عصام ونصيب. وشارك منتخب ذوي الإعاقة الحركية لأول مرة في تاريخه في بطولة كاس ديفيز الآسيوي لتنس الكراسي المتحركة في سريلانكا من الفترة من 16 وحتى 20 من الشهر الجاري في العاصمة السريلانكية كولومبو بمشاركة 7 لاعبين من ذوي الإعاقة الحركية بالتنسيق مع الاتحاد اليمني للتنس والاسكواش وتمويل صندوق رعاية وتأهيل المعاقين. انتهت أخبار الإرادة وعودة إلى الزميل دارس. مستمعينا الكرام، أشكر الزميل علي الموشكي، أيضا الشكر موصول لكم على متابعتنا في هذه الحلقة. أتمنى فعلا أن ألقاكم في الحلقة القادمة وأنتم بأتم الصحة والعافية إن شاء الله. التوفيق للجميع، هذه أطيب تحياتي. دارس مطهر البعدين من إعداد والتقديم، الأستاذ أحمد ناجي من الهندسة الصوتية. دمتم في أمان الله. جبال بلون الورد وحناجر صدقة الوعد. جميل، أهلا وسهلا بمستمعي راديو مستمعينا الأكارم. أهلا وسهلا مستمعينا الكرام، وخليكم ضبط الموجة. نرحب بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم تتابعون عبر إذاعتكم إذاعة يمن. من صنعاء الحكمة والعهد، راديو يمن تايمز 91.9، كلامك يوصل.